لم يكن يعتقد العم قاسم صاحب الخمسين ربيعا أنه سيتعافى من مرضه في النخاع بعد معاناة معه لعدة سنوات، وكان يائسا من وضعه لعدم قدرته على إجراء العملية خارج البلاد بسبب تكلفتها المادية الكبيرة، ولكن كتب له الشفاء هنا في الموصل بعد إجراء أول عملية لزراعة النخاع. قبل شهرين خابرني قال لي تعال انت ان شاء الله اول واحد ندخلك نسوي لك عمليه زراعة نخاع العظم بهاي المستشفى. فكنت اول واحد من كبار السن يعني سووا لي العمليه الحمد لله والشكر. مستشفى الحدباء التخصصي نجح باجراء 5 عمليات جراحيه لزراعه نخاع العظم، وكانت جميعها بكوادر عراقيه وباشراف خبراء ايطاليين، وقد غادر المرضى المستشفى بعد اكمال فتره الحجر الصحي التي استغرقت ما يقارب الشهرين. طبعا في هذا اليوم الرمضاني الربيعي المبارك نزف بشرى ساره لاهلنا في محافظه نينوى بنجاح عملية زرع نخاع العظم لخمس مرضى. الأربع مرضى سابقا تم تخريجهم من المستشفى بحالة جيدة وتتم متابعة حالتهم الصحية عن كثب، ولدينا مريض خامس اليوم إن شاء الله سوف يتم خروجه من المستشفى. وتطمح إدارة المستشفى إلى تطبيق خطة من أجل إجراء 100 عملية جراحية في العام في حال توفر الدعم الحكومي، في وقت كانت ترى فيه الهيئة الاستشارية بوزارة الصحة عدم وجود إمكانيات لنجاح هذه العملية في العراق، ولكن للأطباء في نينوى رأي آخر بإنجازهم هذا. بالنسبة لنا عندنا خطة طموحة لأنه هذا المستشفى بإذن رب العالمين في حال توفر كافة المستلزمات والحاجات اللي تحتاج العملية عندنا خطة طموحة أنه نجري 100 عملية بالسنة. حاليا خلال هذا العام برنامجنا بإذن رب العالمين 10. وتعتبر عمليات زراعة نخاع العظم من العمليات المعقدة والتي تكلف أكثر من $100,000 للعملية الواحدة خارج البلاد، لكن نجاحها في الموصل أحيا آمال الآلاف من المرضى الذين يحتاجون إلى إجرائها لتعود حياتهم إلى طبيعتها. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.